شو عم تعملوا ميرا وماريا؟ بيتزا. يا عيني عم تعملي بيتزا؟ شو بدك تحطي عليها؟ يي. طيب يلا اعملي لنا بيتزا لشوف. وانتي ماريا شو عم تعملي؟ عم تخلطي الالوان مع بعضها؟ طب شو رأيكم نعمل أشكال حلوة بالأشكال الموجودين عنا؟ يلا تعالي، أي شكل بدك تعملي ميرا؟ أنا بدي هذا. يلا لنشوف. وأنت ميرا ماريا أي شكل بدك تعملي؟ لا هذا. إيه أنا بدي إياه. يلا شو رأيك نعمل هاد شكل الدبدوب؟ أوكي. يلا جربي لنشوف. هذا دبدوب. يلا. هذا الدبدوب. مو هذا الدبدوب لعندك يا. هذا الدبدوب لعند ماما. يلا وهي جبت لكم أشكال كمان تانية مشان تعملوها. يلا لنشوف. حطي ماما واكبسي بهاي. هاي بلو. أيوة.
شو عم تعملي؟ ورجيني لشوف. يا عيني. ليش زعلانة ماريا؟ طب تعالي تعالي نعملها أنا وياكي، تعالي يلا هلأ بس لا تخلص ميرا. لا آخر مرة يلا ميرا عطيها إياها شوي لماريا مشان ما تزعل، مشان نعمل أشكال حلوة. هلأ بدي أعمل لكم شكل حلو. يلا انت اعملي لشوف اي شكل. يلا طلع كمان. ايه هو عنده اوريدي ايدين ورجلين صح؟ ايه يلا يا عيني عملتيها ماريا؟ يلا يلا. سهل هيك بحطها هون. نظبطها فيها. شايفيني انتم ميرا وماريا؟ يلا. بعدين بنطلعها من هون. بس امسكي لي اياها، انت امسكي لي اياها. بنحط هي كمان هيك. شو صار عنا؟ شكل. واو حلو؟ ماما كمان حطي لي هون. بدك كمان تعملي جربي تعملي اياها انت؟ ما بقدر. حلو سهل. حطي لي اياها. يلا هاتي لحظة. يلا انا قدامكم عم شوف ايش عم تعملوا. انا بجرب ابدا من السكين. شطورة. لا لا يا ماريا لا ماما اعطيها اياها اعطيها اياها. هي بدها تعمل شكل وانت اعملي شكل ثاني.